أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذا افتح الكتاب على الصفحة 140 ولنبتدئ على بركة الله. إذا في هذه الصفحة صفحة 140 يوجد ثلاث نصوص سنقوم بالقراءة والشرح. Produire de l'énergie يعني إنتاج الطاقة. De plus en plus de villes produisent l'énergie dont elles ont besoin. يعني مزيد والمزيد من المدن ينتجون الطاقة التي يحتاجونها بوزوان. Elle utilise les ressources locales et crée des emplois sur place. إذا هم يستعملون يعني المدن هذه يستعملوا les ressources locales يعني الموارد أو المصادر المحلية et crée des emplois sur place ويخلقون مناصب شغل. Pour cela وللقيام بهذا il faut يجب Recycler les ordures ménagères. يعني تدوير النفايات. ما تدوير النفايات؟ يعني يقوموا بفرز النفايات ويعاودوا يحرقوها من جديد ويستعملوها. لمن يستعملوها؟ اللي ترانسفورمي اون انرجي ويحولوها الى طاقه. كون لابيل لا بيوماس ونسموها لا بيوماس يعني الكتله الحيويه. اعيد. Recycler les ordures ménagères اللي ترانسفورمي اون انرجي كون لابيل لا بيوماس بمعنى أنه يعاودوا يدوروا النفايات هذه يعني يعاودوا يحرقوها النفايات المنزلية هذه ويحولوها إلى طاقة تسمى الكتلة الحيوية اللي هي لا بيوماس. Recourir à l'énergie solaire يعني اللجوء إلى استخدام الطاقة الشمسية. Recourir à l'énergie solaire. En installant des panneaux solaires وذلك بتثبيت أو تركيب الألواح الشمسية. تعرفنا عليها في الفيديو السابق اللي هما لي بانو سولير. Pour chauffer l'eau, باش يسخنوا الماء يستعملوا الالواح الشمسيه هذه et des panneaux photovoltaïques والواح ضوئيه تشبه الالواح الشمسيه تشبه لي بانو سولير لكن الدور تاعها pour produire de l'électricité باش تنتج الطاقه. اذا هناك كاين الواح شمسيه يستعملوها باش تسخن الماء وكاين الواح ضوئيه اللي هي لي بانو فوتوفولتايك اللي يستعملوها باش يولدوا الكهرباء. Placer des éoliennes lorsque cela est possible تثبيت او وضع توربينات الهواء ليزوليان هذيك تعرفنا عليهم توربينات تاع الهواء لوسكو سولا اي بوسيبل يعني ان امكن ذلك. اذا هذا بالنسبه للنص الاول. دوزيام تكست بوزولام. بوزولام هي قريه توجد على ما اظن في بجايه. اذا اونيغا اون كابيلي مون فيس اي تو ديكوفريغا نوتر فيلاج بوزولام يعني سنذهب إلى القبائل مدينة القبائل ولدي مونفيس وستكتشف ديكوفريغا نوتر فيلاج بوزولام يعني وستكتشف قريتنا بوزولام. تو فيغا كوم إلي مانيفيك سترى كم هي جميلة. لو ماتا في الصباح كون تو تولاف عندما تستيقظ بام بغوي لا يوجد أي فوضى ولا أي صوت. تيوفغ لا فونيتر تفتح النافذة. لا مونتاني ا بيرت دو فيو On est seul. يعني الجبل بقدر ما تراه العين ونحن نكون هناك وحدنا. On est seul. نكون وحدنا. Seul seul. وحدنا وحدنا. Ou seul avec un peu de gens autour. أو مع القليل من الناس حولنا. Tout seul. وحدنا. Fiston. يعني بني. Tout seul fiston. Après, on va au puits pour chercher de l'eau. ومن بعدها نذهب إلى البئر لجلب الماء. À midi, عند الظهيرة. On mange des figues séchées, يعني ناكلو التين المجفف, qu'on trempe dans l'huile d'olive, والذي يغطس في زيت الزيتون, يعني ياكلو التين المجفف المغطوس في زيت الزيتون. Un régal, بمعنى وليمة. Après, بعد ذلك, on se met sous un olivier et on fait la sieste. وبعد ذلك, نجلس تحت شجرة, sous un olivier, شجرة الزيتون, et on fait la sieste. ونأخذ قيلولة لا سيست. Le soir في المساء on mange un couscous au fèves. في المساء نأكل الكسكس بالفول et on boit de petit lait battu. Petit lait battu يعني هذا هو اللبن. Tu connais cela inutile que je te l'explique mon fils. يعني أنت تعلم أنه لا حاجة لي للشرح ذلك لك يا ولد. يعني الأب هنا يحكي الولد تاعه لقرية بوزولام المتواجدة في القبائل. Troisième texte. L'énergie géothermique, يعني الطاقة الحرارية. Dans les profondeurs de la terre, في أعماق الأرض, les roches sont bien plus chaudes qu'en surface. Les roches هما الصخور,
أكثر حرارة، سون بيان بلو شود كون سيرفاس، منها على سطح الأرض. يعني الصخور هذه في أعماق الأرض سخونة بزاف على سطحها. أو كور دو لا تير، وفي قلب الأرض، لا تمبيراتور أتا أنفيرون 6000 ديغري، يعني الحرارة في قلب الأرض تصل إلى 6000 درجة مئوية. دون سارتان ريجيون، في بعض المناطق، لو سوتيران سانفيلتر دون لي روش برولونت اي رومونت على سيرفاس سو فورم دو فابور. لو سوتيران يعني المياه الجوفية، سانفيلتر دون لي روش برولونت يعني المياه هذه الجوفية تتسرب سانفيلتر إلى الصخور الساخنة دون لي روش برولونت اي رومونت على سيرفاس وتعاود ترتفع إلى السطح سو فورم دو فابور على شكل بخار. سيت فابور ناتورال هذا البخار الطبيعي peut-être utilisé pour générer, يمكن أن يستعمل pour générer لتوليد de l'électricité, لتوليد الكهرباء. Il s'agit d'énergie géothermique. هذا يتعلق بالطاقة الحرارية الأرضية. إذن هذا بالنسبة لشرح النصوص الثلاث. نمر إلى الصفحة الموالية، صفحة التمرينات. La page 141. Répond en couchant la bancase. يعني راح نجاوبوا على الأسئلة هذه ونديروا علامة فيه في الإطار الصحيح. Dans le texte, il s'agit de l'énergie dans les fonds marins. يعني نهضروا على الطاقة المتواجدة في أعماق البحار أو أعماق الأرض. De paysages kabyles. يعني نهضروا على مناظر طبيعية متعلقة بالقبائل. De recourir à panneaux solaires. يعني اللجوء إلى الألواح الشمسية. D'un dialogue بمعنى حوار. D'une revue scientifique. يعني مجلة علمية. d'un document scientifique أو وثيقة علمية. إذن بالنسبة للنص الأول produire de l'énergie يتكلم على الطاقة والألواح الشمسية. إذن le texte numéro 1 recourir aux panneaux solaires une revue scientifique وعبارة عن مجلة علمية. deuxième texte عبارة عن قصة يحكي له فيها على القرية التي تسمى بوزولام. إذن عبارة عن بيزاج كابيل يعني كان يتحدث عن المناظر الطبيعية على القبائل وهو عبارة عن حوار بين الأب والابن. إذن إتا ديالوج. أما بالنسبة للنص الثالث والأخير هو عبارة عن نص إعلامي يعلمنا على تواجد المياه الموجودة في أعماق الأرض وكيفية تحولها إلى بخار. إذن النص الأخير هو لينيرجي دون لي فون مارين المتواجدة في أعماق البحار وهو عبارة عن وثيقة علمية دوكيمون سيونتيفيك. إذن كان هذا بالنسبة للسؤال الأول. دوزيام كيستيون. Complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient. Ce texte, titre de texte, راح نديرو هنا عنوان النص. شكون النص اللي كان يقص يعني راكونت هو النص تاع بوزولام. إذا بوزولام اللي هو النص الثاني. Texte numéro 2. النص اللي كان يشرح explique هو produire de l'énergie. كان يشرح لنا كيفاش ننتجو الطاقة. Le texte numéro 1. أما النص الإعلامي أن فورم كنت قلت عليه قبل قليل هو لينيرجي جيوثيرميك يعني الطاقة الحرارية الأرضية واللي هو تكست نيميرو 3 بكل سهولة. ثالثيم كيستيون. دون لو تكست نيميرو 2 كي برون بار او ديالوغ. في النص رقم 2 من الذي شارك في الحوار؟ إذا والسؤال الرابع أيضا كيل ليو ايفوكي دون سو تكست وما هو المكان الذي ذكر في هذا النص؟ كومو إيتيل إيفوكي وكيف ذكر؟ إذا سأجيب على السؤالين 3 و 4 في جواب واحد، ركز معي جيدا، هذا هو النص. إذا المتدخل في الحوار هو الولد. إذا الجواب كالتالي: دون سو غيسي أن أوم بارل أ سون فيس، يعني كاين رجل يتكلم مع ولده. كال ليو إيفوكي ما هو المكان المذكور؟ دو لوغ فيلاج أون كابيلي، يعني كان يتكلم فيه على القرية الموجودة في القبائل اللي هي بوزولام. كومو ايتي ليفوكي كيف ذكرها؟ إيلون بارل افيك بوكو ديموسيون يعني كان يهدر عليها بكل عاطفة وبكل إحساس. إذا هذا كل ما يخص صفحة 104 و 141. أشكركم على حسن المتابعة الصغار. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.